يقول: تاجر يأتي ببضاعة من الخارج وعند وصولها إلى بلاده يدفع رشوة لكي تخرج بضاعته بسرعة ولكي لا يكون الجمرك كبير ولكي لا تتأخر في الميناء، ما حكم ماله وما حكم الاقتراض منه والأخذ منه؟ الرشوة ملعون من فعلها، لعن الله الراشية والمرتشية. ولا نقدر نقول يجوز إنه يرشي ويدفع الرشوة والرسول يقول لعن الله الراشية والمرتشية. نحن نبرأ إلى الله من أن نفتي بجواز الرشوة والرسول يلعن من فعلها.